بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي نتناول من خلاله الانحناء البسيط باك 2008 رقم 2 بالموضوع الثاني. قال: لتكون رافدة من البناية ممثلة بالشكل الميكانيكي ممثلة بالشكل الميكانيكي التالي، الشكل 4 أو أمامكم الشكل 4. قال: نفرض أن آ مسند بسيط و ب مسند مضاعف. العامل المطلوب قال في السؤال الأول: احسب ردود الأفعال عند المسندين آ و ب. السؤال الثاني قال: اكتب معادلة الجهد القاطع وعزم الانحناء. والسؤال الثالث والأخير قال: ارسم منحنى تي و ام اف. فلننطلق على بركة الله. نبدأ بالسؤال الأول الذي قال: حساب ردود الأفعال. فحساب ردود الأفعال علينا تمثيل القوى. لدينا هنا VB، هنا VB متجهة نحو الأعلى، شاغولية متجهة نحو الأعلى، ولدينا أيضا HB قوة أفقية، ولدينا VA أيضا شاغولية متجهة نحو الأعلى. لدينا هذه القوى المركزة هنا في المنتصف سميناها بF قيمة 30 كيلو نيوتن، ولدينا هذه القوى P موزعة بانتظام قيمة 3 كيلو نيوتن على المتر، موزعة على طول الرافدة بطول 4 متر. فلننطلق على بركة الله. إذن في حساب ردود الأفعال نقول هكذا: نبدأ بمجموع العزوم بالنسبة لـ XX فتحة تساوي الصفر. في XX فتحة ماذا لدينا؟ لدينا فقط HP، لدينا فقط القوة HP. هيا معه، وبالتالي نكتب HP، نكتب هكذا HP تساوي صفر كيلو نيوتن. نذهب إلى مجموع العزوم بالنسبة لـ Y فتحة تساوي الصفر. ماذا لدينا في Y فتحة؟ لدينا القوة VB، لدينا هكذا VA زائدا VB متجهين نحو الأعلى، ولدينا F متجهة نحو الأسفل، وبالتالي ناقص 30، وبالتالي ناقص 30، ولدينا P أيضا متجهة نحو الأسفل وموزعة على طول على طول 4 متر، على طول 4 متر. بالتالي ماذا نكتب؟ نكتب ناقص في اللي قيمتها 3 في الطول الكلي التي وزعت عليه وهو 4، وبالتالي نكتب هكذا تساوي الصفر. تصبح VA زائدا VB ماذا تساوي؟ تساوي 42 كيلو نيوتن بهذا الشكل. الآن نحسب مجموع العزوم بالنسبة للنقطة A تساوي الصفر. كما هو معلوم العزم M يساوينا القوة في الذراع، بالتالي والاتجاه الموجب، الاتجاه الموجب ها هو أمامكم للعزم، الاتجاه الموجب هو نفس عقارب الساعة بهذا الاتجاه، هذا هو الاتجاه الموجب. بالتالي في مجموع العزوم بالنسبة للنقطة A ماذا لدينا؟ لدينا VB متجهة نحو الأعلى، هي أمامكم متجهة نحو الأعلى وتدور بهذا الاتجاه، وبالتالي باتجاه عقارب الساعة اتجاه الموجب. لدينا F موزعة مركزة هنا في المنتصف F وتدور بهذا الاتجاه، وبالتالي بالاتجاه السالب. أيضا P نفس الشيء تدور في الاتجاه السالب. إذا نكتب VB قلنا تدور في الاتجاه الموجب بطول قدره 4، المسافة الفاصلة بين النقطة B من هنا إلى النقطة هنا وهي 4، وبالتالي نكتب 4 VB، نكتب 4 VB هكذا. F قلنا ناقص تدور في الاتجاه السالب، ناقص 30 في الطول فاصل بين النقطة F، بين القوة F هنا ركزت في المنتصف إلى غاية A، إذن الطول 2، وناقص أيضا ناقص قوة F أيضا تدور بالاتجاه السالب قيمته 3، وبالتالي ناقص 3 في الطول الكلي اللي هو 4. وبما أنها قوة موزعة بانتظام علينا تركيزها، وبالتالي ضرب الطول الكلي تقسيم 2 تساوي الصفر.
بهذا الشكل، تصبح 4 في بي ناقص 60 وناقص 12 أو عفوا 24 تساوي 0. تصبح في بي ماذا تساوي؟ تساوي 21 كيلو نيوتن. 21 كيلو نيوتن. إذن أكملنا مع مجموع العزوم بالنسبة للنقطة A، وبالنسبة نذهب الآن إذا بالنسبة للنقطة B. دعونا فقط نمسح ما كتبناه. بالتالي في مجموع العزوم بالنسبة للنقطة B نكتب هكذا، مجموع العزوم بالنسبة للنقطة B تساوي 0. هنا يمكن الحل بتناظر، بما أنه الشكل متناظر يمكن الحل بتناظر واستنتاج قيمة VR بالتناظر فقط، لكن نحن سنحل بالطريقة المعتادة كما حسبنا قيمة VB. وبالتالي في مجموع العزوم بالنسبة للنقطة A أو بالنسبة للنقطة B عفوا، هي أمامكم النقطة B، لدينا VA متجهة نحو الأعلى وتدور بالاتجاه السالب، اتجاه عكس عقارب الساعة. لدينا قوة F مركزة هنا وتدور بهذا الاتجاه، وبالتالي باتجاه عقارب الساعة. القوة P التي ركزت في المنتصف أيضا تدور بهذا الاتجاه، وبالتالي أيضا بالاتجاه الموجب. إذا نكتب ناقص 4 في A زائدا 30 في الطول، طول فاصل بين النقطة F ونقطة B وهو 2، والقوة P أيضا زائد قوة P قيمتها 3 في الطول الكلي اللي هو 4 في الطول الكلي تقسيم 2. وزعت القوة P في هذه النقطة، تركزت هنا، وبالتالي الطول الفاصل بينها وبين النقطة B هو 2، نكتب 4 على 2 تساوي 0. سنجد قيمة VB هي نفسها قيمة VA لأن الشكل متناظر، وبالتالي نكتب ناقص 4 VA هكذا زائدا 60 زائدا 24 تساوي 0. بعد الحساب نجد قيمة VA تساوي 21 كيلو نيوتن. بهذا الشكل. الآن نكتب التحقق، نكتب هكذا التحقق من العبارة 1، التحقق من العبارة 1. لدينا VA بهذا الشكل، لدينا VA زائدا VB تساوي ماذا؟ VA وجدناه 21 VB أيضا وجدناه 21، وبالتالي الناتج سيكون 42 كيلو نيوتن. وبالتالي نكتب العبارة هكذا، العبارة 1 محقق بهذا الشكل. إذا انهينا مع السؤال الأول. السؤال الأول الذي قال احسب ردود الأفعال عند المسندين أو بي. نذهب إلى السؤال الثاني الذي قال اكتب معادلة الجهد القاطع وعزم الانحناء ام اف على طول الرفد. إذا في السؤال الثاني، ماذا لدينا؟ لدينا قطعين. القطع الأول هو من اليسار من هذا المجال إلى هذا المجال، من اليسار نقول هكذا يسار. أما القطع الثاني هو من هنا إلى هنا، نقول هكذا يمين فقط. لدينا قطعين، وبالتالي نبدأ من القطع من اليسار وبعدها نذهب إلى القطع من اليمين. نكتب هكذا
القطع من اليسار بهذا الشكل، هنا في القطع من اليسار ماذا لدينا؟ هذه القوة، قوة P، القوة P في هكذا قيمتها 3 كيلو نيوتن على المتر، وهذا الطول هو الطول X هكذا، هو طول X محصور في المجال ما بين الصفر والاثنان، والاتجاه الاصطلاحي في القطع من اليسار، في القطع من اليسار يكون التي هكذا نحو الأسفل، ويكون ام اف هكذا بهذا الشكل، هذا من اليسار. إذن فنبدأ، هذه هي النقطة او، نكتب هكذا مجموع العزوم بالنسبة لإجرق إجرق فتحة تساوي الصفر. ماذا لدينا؟ لدينا ناقص تي موجه نحو الأسفل، وبالتالي ناقص تي، لدينا ناقص زائد 21 قيمة في بي متجه نحو الأعلى، ولدينا ناقص قيمة بي اللي هي 3 في الطول الذي وزعت عليه اللي هو طول إكس تساوي الصفر. وبالتالي ماذا نكتب؟ تي تصبح لدينا تساوي هكذا ناقص 3 إكس زائدا 21. نقوم بحساب قيم تي، لدينا قيم x هي الصفر والاثنان، وبالتالي نعوض، تصبح تيلي الصفر ماذا يساوي، وتيلي الاثنان ماذا يساوي. تيلي الصفر تصبح تساوي 21 كيلو نيوتن، وتيلي اثنان تصبح تساوينا 14 كيلو نيوتن. إذن نحسب مجموع العزوم بالنسبة للنقطة O، لدينا MF يدور باتجاه السالب، وبالتالي ناقص ام اف، لدينا 21 تدور بهذا الاتجاه باتجاه عقارب الساعة، بالتالي زائد 21 في اكس في طول اكس. لدينا قوة بي موزعة على طول اكس، ثم نقوم بتركيزها هكذا، وبالتالي تدور الاتجاه السالب. إذن نكتب ناقص 3 إكس في الطول الكلي، ونقوم بتركيزها إكس على 2 تساوي الصفر، تصبح أم إف، تصبح أم إف ماذا تساوي؟ تصبح أم إف، نكتب هكذا ناقص أم إف، ناقص أم إف زائدا 21 إكس ناقص 1.5 إكس مربع تساوي الصفر، تصبح ام اف ماذا تساوي؟ تساوينا ناقص 1.5 اكس مربع زائد 21 اكس. نقوم بتعويض قيم اكس، تصبح ام اف لصفر تساوينا 0 كيلو نيوتن في المتر، و ام اف لاثنان ماذا تساوي؟ ام اف لاثنان، نقوم بالتعويض فقط، نجدها 36 كيلو نيوتن، نجد ام اف 36 كيلو نيوتن في المتر، هكذا ام اف لاثنان ناقص 1.5 في 2 مربع زائدا 21 في 2، الناتج يكون 36 كيلو نيوتن. إذن أنهينا من القطع 1 1، نذهب إلى القطع 2 2، نكتب هكذا القطع 2 2، نكتب القطع 2 2،
القطع 2-2 قلنا يكون من الجهة اليمنى وبالتالي بهذا الشكل. الشكل تقريبي فقط الرسم. لدينا هنا قيمة VA قيمتها 21 كيلو نيوتن، ولدينا هذا الطول الكلي هو الطول X، لدينا هذه القوة هي قوة P قيمتها 3 كيلو نيوتن على المتر، ولدينا هنا القطع 0. في القطع من اليمين، في القطع من اليمين الاتجاه الاصطلاحي لتي هو هكذا بهذا الشكل. إذا كان هذا هو القطع، إذا كان هذا هو القطع يكون تي باتجاه الأعلى، و ام اف يكون بهذا الاتجاه. إذا كانت هذه اف فرضا وهذا هو القطع، وبالتالي تي يكون موجه نحو الأعلى و ام اف بهذا الشكل في القطع من اليمين. إذا نحسب مجموع العزوم بالنسبة ليجرك يجرك فتحة، نقول هكذا مجموع العزوم بالنسبة ليجرك يجرك فتحة تساوي الصفر. ماذا لدينا؟ لدينا هنا تي متجه نحو الأعلى، ولدينا ام اف هكذا بهذا الشكل، بالتالي يصبح تي موجب زائدا 21 ايضا متجه نحو الأعلى زائد 21 وناقصا القيمة بي اللي هي 3 في الطول الكلي اللي هو طول إكس تساوي الصفر. تصبح قيم تي تساوي هكذا 3 إكس ناقص 21، مع إكس ينتمي المجال أيضا من الصفر إلى الاثنين. إذن تصبح تي لصفر ماذا يساوي؟ وتي لاثنان ماذا يساوي؟ تي لصفر تساوي لنا 0 كيلو نيوتن أو ناقص 21 كيلو نيوتن، وتي لاثنان نقوم هكذا بناقص 14 كيلو نيوتن. إذن أكملنا مع مجموع العزوم بالنسبة لإجراك الفتحة. نذهب إلى مجموع العزوم أو مجموع القوى، أكملنا مع مجموع القوى، نذهب إلى مجموع العزوم تساوي الصفر. لدينا ام اف يدور بالاتجاه الموجب هكذا، بالتالي ام اف لدينا 21 قيمة في ا تدور بهذا الاتجاه، بالتالي بالاتجاه السالب، بالتالي ناقص 21 في اكس. لدينا في القوة بي بعد تركيزها تدور بهذا الاتجاه، بالتالي باتجاه عقارب الساعة اتجاه الموجب، بالتالي نكتب زائدا قيمة بي اللي هي 3 في الطول الكلي إكس، ونقوم بتركيزها بي إكس على 2 هكذا تساوي أصفر. تصبح ام اف، تصبح ام اف ماذا تساوي؟ تساوينا ناقص 1.5 إكس مربع زائدا 21 إكس. لكي نقوم بالتأكد من قيمة اف اف ام اف أنها صحيحة أو قيمة تي، فقط لدينا هذا العبارة، لدينا ام اف مشتقة ام اف هي نفسها تي، وبالتالي عند اشتقاق قيمة عبارة ام اف نجد عبارة تي، نشتق هذه. لكن هذا في القطع من اليسار، هذا في القطع، في القطع من اليسار. نحن الآن في القطع من اليمين، القطع من اليمين هكذا تكون مشتقة ام اف، ام اف فتحة هي ناقص تي، هذا للتأكد. الآن ما دامنا في القطع من اليمين نحاول، قلنا 1.5، بالتالي تصبح ام بعد ما نشتق قيمة ام اف تصبح ناقص 3 إكس زائد 21 هكذا. هل هي ناقص تي أو لا؟ لاحظ لو تكون هنا ناقص تي تصبح ماذا؟ ناقص 3 وإكس زائد 21، وبالتالي نحن على صواب.
إذن نقوم بالتعويض، تعويض قيم f، ام f، ام f لصفر كم يساوي؟ يساوينا صفر كيلو نيوتن في المتر، و ام f لاثنان، نقوم بتعويض ام f لاثنان ونحسب ام f لاثنان، تالي اثنان مربع ضرب 1.5 إشارة ناقص زائدا 21 ضرب 2 ونصب الناتج نجده 36 كيلو نيوتن، 36 كيلو نيوتن في المتر. إذن أنهينا مع السؤال الثاني الذي قال وقت معادلات الجهد القاطع وعزم الانحناء. إذن نذهب إلى السؤال الذي يليه، ها هو أمامكم. قلنا أنهينا مع كتابة معادلات الجهد القاطع وعزم الانحناء، حسبنا القطع 1-1 اللي هو قطع من اليسار، والقطع 2-2 اللي هو قطع من اليمين، قلنا رسم تاع منحنى تي وام اف، تي وام اف قلنا. إذن علينا أخذ قيم الام اف والتي، وجدنا تي لصفر ها هو أمامكم 21، تي لاثنان وجدناه 14 كيلو نيوتن، ام اف لصفر وجدناه صفر، وام اف لاثنين يساوينا 36. قطع من اليسار لقينا تي لصفر ناقص 21، تي لاثنين ناقص 14، ام اف لصفر صفر، وام اف لاثنين 36. اذا راح نحلو هذا على سبيل المثال هو منحنى تي، هذا هو منحنى تي، عندنا وقلنا تي لي صفر هو صفر، وتي لي اثنين هو 14. هكذا نكتب، هكذا قطع 1-1، قطع 1-1 ماذا وجدنا؟ لقينا تي لي صفر صفر، وتي لي اثنين لقيناه 14 كيلو نيوتن. قطع 2-2 لقينا تي لي صفر صفر، ولقينا تي لي اثنين ناقص 14. وماذا؟ دعوني فقط أتأكد. عفوا، تي لي صفر 21 وتي لي 2 14. هنا تي لي صفر 21 وتي لي 2 14، وهنا تي لي صفر ناقص 21 وتي لي 2 ناقص 14. وبالتالي نخير سلم رسم كل 1 سنتيمتر يقابله 7، كل 1 سنتيمتر يقابله 7 كيلو نيوتن. وهذا هو منحنى تي. رسم يكون بشكل تقريبي فقط. تي لي صفر قلنا ناقص 21، تي لي صفر قلنا هي ناقص 21، عفوا تي لي صفر في القطع من اللي 1-1 هي 21، بالتالي هنا 7 14 21 بشكل تقريبي فقط. تي لي 2 14، بالتالي 7 14. قوموا بالتوصيل. معادلة تي هي معادلة من الدرجة الأولى، ما فيهاش الإكس مربع، معادلة فيها الإكس بارك، تالي الرسم يكون بالمسطرة هكذا. نروحوا القطع من اليمين اللي 2-2، عندنا تي لي صفر ناقص 21، تالي ناقص، تالي ناقص 7 هنايا، ناقص 7 ناقص 14 ناقص 21 بشكل تقريبي فقط، وتي لي 2 ناقص 14، بالتالي ناقص 7 هنا ناقص 14 بشكل تقريبي الرسم فقط. معادلة أيضا ما فيهاش الإكس مربع، فيها الإكس فقط، بالتالي معادلة من الدرجة الأولى. الرسم يكون الوصل بين النقاط يكون بالمسطرة. إذن هنا نكتب هذه الإشارة زائد، ونقوم بالتشير هكذا، نقوم هكذا بالتشير، نقوم بالتشير. هنا قيم سالبة نكتبها ونكتبها، نقوم بهذا التشير بشكل عمودي هكذا. نروح قيم ام اف، روحوا المنحنى ام اف،
هنا نسمي ام اف، ام اف هكذا، ام اف لصفر وجدناه في القطع واحد واحد، ماذا وجدنا؟ قيم ام اف. ام اف لصفر وجدناه صفر، وام اف لاثنين 36، وجدنا في القطع واحد واحد هنا ام اف لصفر، ام اف لصفر صفر، وام اف لاثنين 36، 36 كيلو نيوتن. ها هو امامك ام اف لي صفر صفر قطع 2 2، وهذا القطع 2 2 عفوا، قطع واحد واحد، ها هو امامكم قطع واحد واحد، اين هو قطع واحد؟ قطع واحد واحد ام اف لي صفر صفر، وام اف لي 2 36، ها هو امامكم قطع واحد واحد، ام اف لي صفر صفر، وام اف لي 2 36، قطع 2 2، ام اف لي صفر صفر، وام اف لي 2 36، كملوا. تالي ام اف لي صفر صفر، وام اف لي 2 36، 36 اذا كان هو هذا منحنى اكس هكذا، وهذا هو منحنى اكس، ام اف 36 نتلوها بالشكل الاسفل، اسفل المنحنى، هذا هو منحنى ام اف. وبالتالي ناقص 36 تجينا 1 2 3 4 5 بشكل تقريبي فقط، ونقوم بالتوصيل بخط اليد لأن المعادلة هي معادلة من الدرجة الثانية، نقوم هكذا بالتوصيل بشكل تقريبي. روح القطع الثاني، قلنا الثاني لقينا ام اف لي صفر صفر، وام اف لي 2 36، قوم هكذا بالتوصيل، هكذا الرسم يجي متناظر، هو بشكل تقريبي فقط، رسمته بشكل تقريبي يجيكم متناظر الرسم هكذا، يجينا بهذا الكيف، لاحظتم فقط. بالتالي قوموا بالتحشير، قوموا بالتحشير على قيم ام اف، نكتبه هنا، هنا زائد، ونقوم بالتحشير على هذا الجزء هكذا هكذا هكذا، تحشير عمودي، ونقوم ايضا بكتابة هنا زائد، قوم هنا تحشير هكذا 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 هكذا، تحشير كون عمودي. بالتالي هذه القيمة السفلية هي قيمة ام اف ماكس، هي قيمة ام اف ماكس، وهذه هي قيمة تي ماكس. لو فرض أن يقول لك اجبد لي ام اف ماكس ولا استنتج ام اف ماكس، ام اف ماكس هي 36 كيلو نيوتن في المتر. قيمة تي ماكس المنحنى، قيمة تي ماكس هي 21 كيلو نيوتن، بدهم موجبين. لا كان فرضا تطيح لك ناقص 36 على سبيل المثال، يديله 36. والآن أنهينا هذا التمرين الذي كان لبكالوريا 2008 الموضوع الأول، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، هذا هو التمرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.